بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر رجب من عام 45 و400 من الهجرة النبوية، نستأنف بإذن الله الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مقدمين أنه في شهر رجب ينقسم الناس إلى قسمين: قسم حريص على اتباع السنة ويرتبط بعباداته وقبل ذلك بعقيدته بالقرآن الكريم والسنة النبوية وصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس الصنف الثاني من يرى أن لشهر رجب خصوصية في العبادة، كما يزعمون أنه في أول جمعة في صلاة تسمى صلاة الرغائب، وفي آخر الشهر احتفاء لهم بليلة الإسراء والمعراج كما يقولون. والصواب أن كل ذلك ليس له أصل من الكتاب والسنة، وحسب المسلم أن تصفو له عقيدته وأن يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أشار الحفاظ كالإمام أحمد رحمه الله والإمام ابن رجب والإمام ابن حجر والشوكاني وغيرهم وأئمة الدعوة وعليه الفتوى من علمائنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، وما عليه أيضا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء، كل أولئك يؤكدون على أن شهر رجب كغيره من الشهور، نعم من الأشهر الحرم وله مكانة وتعظيم. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نعم له حرمة، لكن لا يخص بعبادة ولا بذكر ولا بصلاة بل ولا صيام إلا ما ثبت فيه الدليل. هذا ينبغي أن يفهمه من أراد الحرص على السنة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. نعم، تفسير، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه،
والله على كل شيء شهيد. قال المصنف رحمه الله في قول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. محادة الله ورسوله هي مخالفتهما ومعصيتهما، خصوصا في الأمور الفظيعة كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله. وقوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقا، وليس لهم حجة على الله، فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق، وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد، فمن اتبعها وعمل عليها فهو من المهتدين الفائزين. وللكافرين بها عذاب مهين، أي يهينهم ويذلهم كما تكبروا عن آيات الله أهانهم وأذلهم. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الآيات 5 و 6 من سورة المجادلة أتت بعد الآيات التي قبلها في حكم الظهار وأيضا كفارته. قال سبحانه وتعالى في آخر آية الظهار: وتلك حدود الله، في الآية 4: وللكافرين عذاب أليم. ثم ذكر المحادة لله ورسوله، فما مناسبة الربط بين آيات الظهار وآيات المحادة؟ عرفنا أن الظهار منكر من القول وزور، وأنه خلاف لحدود الله ومحادة لشرعه. ناسب بعد ذلك أن يذكر العموم بعد الخصوص. إن الذين يحادون الله ورسوله، لما بين أحكام الظهار وبين أنها أوامره وأوامر الشريعة، وأن على المسلم أن يلتزم حدود الله، أردف ببيان من يخالف حدود الله ومن يشاق الله ومن يحاده سبحانه ويعصي أوامره، أخبر أنهم لهم المذلة والمهانة في الدنيا ولهم الوعيد الشديد في الآخرة. هذا ما يتعلق بوجه المناسبة بين آيات الظهار وبين الآيات التي بعدها في محادة الله ورسوله. فكما أن الظهار محادة لله ورسوله، فكذلك ارتكاب سائر المخالفات وعموم المناهي فيه مخالفة لأمر الله ورسوله ومحادة لهما، ويترتب على ذلك العذاب الأليم والمهين في الدنيا والآخرة. فلما ذكر سبحانه الواقفين عند حدوده، ذكر المحادين له ولرسوله. والمحادة أيها الإخوة معناها المخالفة. قال الزجاج رحمه الله وهو من أئمة اللغة: المحادة أن تكون في حد يخالف صاحبك، وأصلها الممانعة، ومنه الحديد ومنه الحداد للبواب، وكل ذلك من الممانعة والمحادة الحسية. والمحادة المعنوية تتعلق بالأوامر والنواهي. وفي إراد المحادة في أثناء ذكر حدود الله دون المعادات والمشاقة من حسن الموقع والبلاغة
القرآنية ما لا غاية وراءه. قوله إن الذين يحادون بعد قوله تلك حدود الله أبلغ من قوله إن الذين يعادون أو يخالفون أو يشاقون الله ورسوله. إذن المحادة المخالفة، المعاداة، الممانعة، المشاقة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوا أوامرهما وعصوا أوامرهما وارتكبوا نواهيهما، فناسب أن يقع عليهم العقاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، والمهين أيضا، والإهانة زيادة على الألم، آلم فحصلت الإهانة. هذه المحادة، والمحادة تختلف في مجالات شتى، أخطرها المحادة في التوحيد وفي العقيدة والإيمان والوقوع بالشرك بالله جل وعلا، والشرك أكبر الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أعظم محادة لله أن يخلقك الله ويرزقك وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وتتقرب إلى غيره من القبور والأضرحة ومن يسمون بالأولياء، كل ذلك محادة لله ورسوله، ومحادة في العبادة في ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه نوع من المحادة. وأخطرها أيضا معاداة المؤمنين والموحدين وإيذاؤهم، محادة المؤمنين محادة لله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا المحادة في سائر الأوامر بالمخالفة، وفي الزواجر في ارتكاب المحظورات كالشرك والربا والزنا والسرقة وغيرها، وإيذاء المؤمنين والغيبة والنميمة والبهتان، كل ذلك من محادة الله ورسوله. محادة الله مخالفة أمره، محادة رسوله أيضا عدم اتباع سنته بارتكاب البدع والمحدثات والمخالفات، أو تبلغك السنة فلا تكترث لها، هذا من المحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة، الأثر، العقوبة، الجزاء، كبتوا أي أذلوا وأخزوا كما وقع لمن قبلهم، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كبت الكفار يوم بدر، كبتهم الله بالقتل والأسر والقهر والكبت الإذلال والخزي، قال أبو عبيدة والأخفش أي أهلكوا، وقال ابن زيد عذبوا، وقال السدي لعنوا، وقال بعضهم يصلح لأن يكون كبتوا دعاء عليهم بالكبت والذل والخزي والمهانة، ويحسن أن يكون خبرا، أي كبتوا، يخبر الله عنهم أنهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من الكفار، وإخبار عما سيكون أيضا، وأن من سار على طريق المحادة لله ورسوله أن مآله الكبت والذل والخسران إلى قيام الساعة، بمعنى أنهم سيكبتون، ويدخل فيه المنافقون والكفار
والمعادون لله ولرسوله والمؤمنين إلى قيام الساعة، كما كبت وأذل وأهلك الذين من قبلهم من الكفار أتباع الرسل السابقين الذين لم يؤمنوا بالرسل السابقين، كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم من الرسل. هذه الصفة وجاءت بإن المؤكدة، إن الذين يحادون الله ورسوله، والمحادة مبالغة أو تأكيد لمجرد المخالفة، ومنها الإصرار ومنها العناد ومنها أيضا الاستكبار إذا بلغ الإنسان الحق والدليل، فإن نتيجة ذلك خطيرة في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات. الجملة حالية، كبتوا حال من كبتوا، وقد أنزلنا أي كبتوا لمحادتهم الله ورسوله، والحال أن قد أنزلنا آيات بينات واضحات في من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل والرسل جميعا من الأمم السابقة وفيما فعلنا بهم. وقد أنزلنا دليل على أن القرآن منزل وأن الكتب منزلة غير مخلوقة، وفيه رد على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، وفيه أيضا إثبات علو الله على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى الأسفل، ففيه إثبات صفة العلو. وللكافرين عذاب أليم، قال وآيات، وقد أنزلنا آيات بينات يعني واضحات في شأن المؤمنين وشأن المحادين لله ورسوله والكافرين، لأنه قال بعدها وللكافرين، بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به عذاب مهين. وقلنا العذاب المهين أشد من الأليم، لأنه يحصل فيه الألم وتحصل فيه الإهانة، يذهب بعزهم وتكبرهم من الإهانة بمعنى التحقير، والمراد عذاب الكبت الذي هو في الدنيا فيكون ابتداء كلام، أو عذاب الآخرة فيكون للعطف. يعني هذه الجملة يصح أن تكون مبتدأً مستأنفة، وللكافرين عذاب أليم، وتصح أن تكون للعطف، فالواو عاطفة، لأن عاطفة لما قبلها أو على ما قبلها، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. فإذا كانت للاستئناف فالأولى الوقف والبداية بقوله وللكافرين عذاب مهين، وإذا قلنا للعطف فالوصل أولى، بمعنى أن لهم الكبت في الدنيا ولهم الإهانة في الآخرة، فهم معذبون في الدارين. والمعنى أن الذين يختارون لأنفسهم حدودا غير ما حدّه الله ورسوله ويحادون أوامر الله سيلحقهم من الخزي والنكال في الدنيا كما لحق في الأمم الماضية الذين حادوا الله ورسوله. وقد أنزلنا آيات بينات، إذ كيف يفعلون ذلك وقد اتضحت الحقيقة ونزلت الآيات البينات وأقيمت الدلائل الواضحات وأرسل الرسل
وأنزلت الكتب فلا عذر لأحد في المخالفة والانحراف عن السنة وعن القرآن العظيم وعن المنهج القويم. وللكافرين عذاب مهين، أي للجاحدين بتلك الآيات عذاب يذهب بعزهم وكبريائهم في الدنيا وفي الآخرة. وللكافرين عذاب مهين، متى؟ في الدنيا، ويوم يبعثهم الله جميعا. فهذه جملة ظرفية، يوم يبعثهم، وهي في محل نصب، والتقدير اذكر، اذكر يا محمد يوم يبعثهم الله جميعا، أو اذكروا أيها المحادون المخالفون يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. والتقدير للتهويل والتعظيم، والمراد يوم القيامة، أي واذكر لقومك يا محمد أهوال يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا، أي كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد. والجملة تأكيدية، يوم يبعثهم الله جميعا، جميعا جاءت للتأكيد، أو يبعثهم مجتمعين في حال واحدة فيكون تقديرها حالا، يعني في محل نصب على الحالية. الأول المعنى تأكيد، والثاني على الحالية، فينبئهم أي يخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة ببيان صدورها منهم كالشرك بالله والكفر وترك الصلاة وأركان الإسلام والإيمان وغيرها من الأوامر، وأيضا ارتكابهم للزواجر. فيبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، وهذا من الصور الهائلة على رؤوس الأشهاد، توبيخا لهم وتخجيلا لهم وتشهيرا بحالهم وتشديدا بعذابهم ولعذابهم ولتكميل الحجة عليهم، لتكميل الحجة عليهم، وإلا فلا فائدة في إنبائهم يوم ينبئهم. لماذا ينبئهم؟ لفضحهم وخزيهم وإهانتهم على ما صدر منهم، وهذا دليل على البعث بعد الموت وإحصاء الأعمال. قال تعالى أحصاه الله ونسوه، هذه جملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل كيف ينبئهم بأعمالهم على كثرتها واختلاف أنواعها وهي أعراض منقضية متلاشية. الجواب لأن الله أحصاه، فلا يضيع شيء ولا يغفل شيء ويضيع عن الله عز وجل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدروا، ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي كتاب مبين أحصاه الله. وهذا دليل على أن على المؤمن أن يتوب إلى الله وأن لا يرتكب المعاصي، لأن كلا محصن عليه ما يفعله الإنسان وما يخرج من فلتات لسانه أو تبطشه يده أو تمشي إليه رجله أو يدخل إلى بطنه، فكل شيء محصى. أحصاه الله ونسوه وأحاط به علما وعددا لا يفوت منه شيء. أحصاه الله، والحال أنهم قد نسوه، أي نسوا عملهم ولم يحفظوه لكثرتها ولتهاونهم بالمعاصي حين ارتكبوها لعدم اعتقادهم بالجزاء.
أي وجدوه حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل صغير وكبير مستطر. هذه دعوة للمؤمنين أن يزدادوا من الأعمال الصالحة لأنها محصاة، والله عز وجل سيبشرهم بها. وأيضا فيه تنبيه للغافلين والمحادين والعصاة أن الله يكتب سيئاتهم ويحصي أعمالهم وسوف ينبئهم بها، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والله سبحانه على كل شيء شهيد، أي حاضر مطلع لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فالشهيد بمعنى الشاهد من الشهود بمعنى الحضور. فالعاقل لا بد له من استحضار ذنوبه والبكاء عليها وطلب التوبة من الله جل وعلا الذي يحصي الذنوب، لكن التوبة والاستغفار يمحوها قبل أن يجيء يوم القيامة وقبل أن يبعثهم الله، فيفتضح المصرون على رؤوس الأشهاد ولا يقبل الدعاء ولا العذر حينئذ. ومعنى الآية أي واذكر لهم يا محمد أيها الرسول حالهم يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، حافية أقدامهم عارية أجسادهم، تدنو الشمس منهم كما تدنو الشمس من رؤوسهم، ويبلغون في عراقهم والعياذ بالله من حرها وأهوال القيامة، منهم من يبلغ قدميه ومنهم من يبلغ كعبيه ومنهم إلى أنصاف ساقيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فيخبرهم بما كسبت أيديهم تشهيرا لهم وخزيا على رؤوس الأشهاد. الله محصن أعمال العباد. فيا أيها الواقع فيما يناقض التوحيد، الله جل وعلا قد أحصى ما وقعت فيه، فتب إلى الله قبل الممات وقبل الفوات. ويا أيها المتساهل في صلاته وفي زكاته وفي أعمال الخير، ويا أيها المرتكب للنواهي والشركيات والبدع والمخالفات والمعاصي والذنوب، توبوا إلى الله عز وجل قبل أن يفجأكم الموت، فقد أحصى الله أعمالكم، وهي دعوة إلى التوبة والاستغفار من الذنوب. هداية الآيات: تحريم المحادة والمخالفة والمشاقة لله، تحريم المخالفة للسنة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحذر من الشرك، الأمر بالتوحيد، الحذر من المعاصي، القيام بالأوامر، الوعيد الشديد بالإكبات والذل والهوان لمن حاد الله ورسوله، الاعتبار بحال الأمم الماضية، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فلا يغتر الظالم ولا الكافر ولا المنافق ولا من يؤذي الله ورسوله والمؤمنين ولا من يجاهد المعاصي، لا يغتر. فأخذ الله وبيل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومنه في آية هود أيضا: وما نؤخره إلا لأجل معدود. إحاطة علم الله،
كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات في إثبات على نزول القرآن ونزول الكتب وأنه منزل غير مخلوق، والرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة، وأيضا البينات لا لبس فيها ولا شبهة فيها، كلها آيات بينات، وإنما اللبس في ذهن المعاند وذهن المحاد والمخالف لأمر الله ورسوله، ممن تربعت الشبهات في ذهنه وقلبه والعياذ بالله. أيضا إثبات الشهادة لله، والله على كل شيء شهيد، إثبات البعث، إثبات الإحصاء، الجزاء يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، وجوب مراقبة الله والخشية منه والحياء منه، أشد الحياء، لأنك حينما تخالفه أو ترتكب النواهي أو تقصر في الواجبات والأوامر، استذكر يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ومن الهدايات إثبات صفة العلو، وقد أنزلنا، والإنزال لا يكون إلا من العلو، إثبات العلو لله سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودليله وقد أنزلنا آيات بينات، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهكذا من آيات الإنزال. هذه بعض هدايات الآيات، وقد أجاد المصنف وأفاد، وقد ذكر المفسرون رحمهم الله. المهم أن نتعظ وأن نعتبر عند هذه الآيات العظيمة، فنقبل على الكتاب والسنة ومتابعة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم المحادة لله ولرسوله، فإن نتيجة ذلك العذاب المهين والخزي في الدنيا والآخرة. الحديث قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام باب الأذان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أحسنت. هذا الحديث الأول، انتهينا من كتاب أو باب صلاة الجماعة. وإذا كانت الجماعة في المساجد ومن شروط الصلاة دخول الوقت، فإن هذا لا يكون إلا بشعيرة الأذان. لهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في باب الأذان، وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحديث عند البخاري وعند مسلم. عند البخاري في كتاب الأذان باب بدء الأذان، وقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي بالأذان، وقوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني بالأذان. وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، واللفظ هنا لمسلم. قوله عليه الصلاة والسلام أمر، أمر من الأمر، والأمر طلب الفعل، الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، بمعنى أن يكون الآمر أعلى درجة من المأمور كأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والآمر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ أمران،
الأمر الأول أنه تقرر عند علماء الأصول أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أن له حكم الرفع، وأنه لا يمكن الذي أمره أو نهاه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيضاف إلى من له الأمر الشرعي أمر. بلال من أين أمر؟ أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر على الوجوب ويلزم اتباعه، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فله حكم الرفع، يعني حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجوب الاتباع. الأمر الثاني من الدلائل على أن الآمر هنا الرسول وأن الأمر على الوجوب أن العبادات والتقديرات فيها وقفية أو توقيفية، لا يمكن أن يأمر بها أحد غير الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الوقف. والصحابي لا يمكن أن يشرع عبادة، وإنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قوله أمر بلال، وبلال هو بلال ابن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعريف الأذان وما المراد بالأذان؟ قبل أن ندخل في شفع الأذان ووتر الإقامة، ما هو الأذان؟ الأذان في اللغة الإعلام، الإعلام المؤذن الذي يقول الله أكبر يعلمنا بأن وقت الصلاة قد دخل. قال تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. ومنه قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم، اللعنة الله على الظالمين، فأذن في قصة يوسف أيتها العير إنكم لسارقون. ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إعلام لهم. ومنه قول الحارث ابن حلزة آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء أو الثواء. الشاهد آذنتنا أي أعلمتنا. وأصل الأذان من الأذن، لأنك تسمع الأذان بأذنيك، كأن المؤذن يلقي في آذان الناس وأسماعهم بصوته، ما إذا سمعوه علموا أنه قد دخل وقت الصلاة وأنهم ندبوا إلى الصلاة. هذا الأذان في اللغة. الأذان في الشرع معناها الإعلام بدخول وقت الصلاة بالذكر المخصوص، الإعلام بدخول وقت الصلاة بالذكر المخصوص الذي هو الأذان المعروف، أو هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة. لماذا نقول بقرب؟ لأن الأمر يحتمل اليقين ويحتمل الظن، يحتمل الظن كما في حال مثلا المسافر أو في الغيم أو قبل وجود هذه التقاويم والبوصلات التي تحدد الوقت وتحدد القبلة. قوله أمر بلال، بلال قلنا مؤذن رسول الله، ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، بلال وأبو محذورة
وعبد الله ابن أمي مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم. وفيه عبد الله بن زيد هذا الرابع هو الذي رأى الرؤيا في المنام عن الأذان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده أن يعلمها بلال لأنه أندى منه صوتا. قال أمر بلال أن يشفع الأذان، الشفع ضد الوتر، أن يأتي بألفاظه شفعا، أي مثنى مثنى. ويستثنى من هذا التكبير في الأول لأن حكمه التربيع، يعني يأتي به أربع مرات، يأتي به أربع مرات الله أكبر وهكذا أربع مرات، ثم يشفع الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، شفع، كل الأذان شفع إلا التكبير، ثم حي على الفلاح مرتين كذا، ثم لا إله إلا الله الإفراد. كم صارت من جملة؟ 11 جملة، وهذا هو أذان بلال. هذا الأذان هو الشفع. ما الحكمة في أن يشفع الأذان؟ يشفعه لأن الناس بعيدون ويحتاج أن يكرر مرة مرتين، ولهذا التكبير جاء أربعا، وأيضا الشهادتان مرتين مرتين شفع، والحيعلتان مرتان مرتان، حتى يسمع الناس الذين هم بعيدون ليأتوا إلى الصلاة. هذا معنى يشفع. ويوتر الإقامة، يوتر الإقامة يأتي بألفاظها وترا، الله أكبر الله أكبر، إلا التكبير في الأول، ثم الشهادة مرة، الشهادة بالألوهية مرة، الشهادة بالرسالة مرة، ثم حي على الصلاة حي على الفلاح مرة مرة فرد. هذا معنى ويوتر، يعني على الفردية. ثم يأتي أيضا قد قامت الصلاة مرتين لأهميتها، ثم يأتي لا إله إلا الله. الإقامة مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، فالمؤذن أقام القاعدين الذين ينتظرون الصلاة من قعودهم ليقوموا إلى صلاتهم. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص الذي هو التكبير والشهادة بالألوهية والشهادة بالرسالة والحيعلتين واحدة واحدة، وقد قامت الصلاة شفعا ثم وترا لا إله إلا الله. المعنى الإجمالي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه بلالا أن يشفع الأذان لأنه إعلام للغائبين والبعيدين، فيأتي بألفاظ مثنى مشفوعة كما قلنا، وهذا عدد التكبير فإنه يربع أي يؤتى به أربع مرات، وكلمة التوحيد في آخره. كما أمر بلالا أن يوتر الإقامة لأن الحاضرين موجودين، لأن الحاضرين موجودون فلا حاجة إلى الشفع والإطالة، وإنما هي لتنبيه الحاضرين، بل ينبغي أن تكون الإقامة حذرا. وإن كان الأذان مرسلا فإن السنة في الإقامة أن تكون حذرا، وهذا ينبغي أن يفقهه المؤذنون والمقيمون، لأن الأذان له فقه، الأذان له فقه وله آداب، وهناك أخطاء يقع فيها بعض المؤذنين مثل التكلف والتمطيط في الأذان، وما يعرف اليوم بالمقامات واللحون، كل هذا من الأمور المنهي عنها في الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وليس غناء ولا إنشادا ولا حداء،
نعم الصوت الحسن مطلوب لكنه بدون تكلف وبدون تمطيط، لأن بعض المؤذنين يجلس 5 دقائق 10 دقائق ويؤذن، فهذا كله خلاف المشروع. وأيضا يأتي بالأذان بعباراته الصحيحة، ما يقول مثلا في الله أكبر، ما يقول الله أكبر، كل هذا من أخطاء المؤذنين. ولا يقول أشهد أن لا إله، بل أشهد أن لا إله، ويوضح المخارج ويحسن الأداء. ولا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ولا بترقيق الراء بشكل متكلف، وإنما قد تكون أيضا ترقيق الراء لغة أهل الحجاز، لكنها لا تكون خارجة عن الأداء اللغوي الصحيح. ومثله حيا على الصلاة، كل هذا خطأ، ما تمد حيا على الصلاة. والأذان له فقه وله أداء، وكثير من المؤذنين اليوم قد لا يفقه فقه الأذان ولا فقه الإقامة، ويقع في أخطاء أو في تمطيط ومبالغة، وكل هذا ينبغي أن يفقه أيها الإخوة وأيها المؤذنون على سبيل الخصوص. ما مناسبة الحديث؟ ذكرنا أنه ذكر في الباب السابق صلاة الجماعة وقبلها المواقيت، وذلك لا يكون إلا بوسيلة، الجماعة لا تكون إلا بوسيلة، والوقت لا يعلم إلا بوسيلة، والأذان هو الإعلام للجماعة المسلمين بدخول الوقت بهذا الذكر المشروع. تأريخ الأذان، تأريخ الأذان مر بثلاث مراحل. الأذان شرع في العهد المكي ولا المدني؟ المدني. في مكة ما شرع الأذان، لكن فرضت الصلاة، فكان الناس يتنادون يتعالمون بوقتها فيحضرون، كان هذه في المرحلة المكية. وأما في مرحلة التشريع في المدينة، فقد مر الأذان أيضا بثلاثة مراحل. منها أولا أنهم كانوا يقدمون ويأتون ويتطلبون الوقت ويتحينون متى قرب الوقت فيأتون ويجتمعون للصلاة فيصلي بهم الإمام. الثاني شاور النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الثانية، شاور الصحابة في كيفية الاجتماع، لأن إن لم يكن دعاء أو نداء أو إعلام أو أذان لا يعلم الناس، لا سيما البعيدون والغائبون. فأشار بعضهم بوجود راية، ترفع راية ويقال إن هذا دليل على دخول وقت الصلاة، وآخرون قالوا تشعل نار، وآخرون قالوا بالبوق، وآخرون بالناقوس كفعل اليهود وفعل النصارى، حتى هم الصحابة باتخاذ الناقوس، ناقوس كناقوس النصارى يدق مثل الجرس. فأشار عمر وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه بأن يبعث من ينادي للصلاة في أول الوقت بأي لفظ، المهم أن يجتمعوا، الصلاة أو الصلاة جامعة أو حان وقت الصلاة أو ما إلى ذلك، دون أن يشرع الأذان. فهذه المرحلة الثانية، ويدل عليه حديث ابن عمر أن المسلمين كانوا حينما قدموا المدينة يتحينون وقت الصلاة ولا ينادى لها، فتكلموا يوما فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قال بوقا مثل بوق اليهود، وقال عمر بل يبعث رجل فينادي في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا بلال قم فنادي بالصلاة، أخرجه البخاري. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة النداء المعروف، الأذان المعروف بالتكبير والشهادتين وأيضا الحيعلتين والذكر وأيضا التوحيد. هذه المرحلة الثالثة، النداء بألفاظ مخصوصة متعبد بها. وقصة ذلك أن الصحابي الجليل عبد الله بن زيد رأى رؤيا في الأذان فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وأقر الأذان، فكانت مشروعية الأذان بالتقرير وبالأمر وبأيضا الفعل، وأمره أن يعلمه بلالا. أخرج ذلك الترمذي عن عبد الله بن زيد قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق، قم مع بلال فإنه أندى وأمد منك صوتا، يعني أعلى، فعلمه ما قيل لك فلينادي به. فنادى بلال بهذا الأذان. ما حكم الأذان؟ هل هو واجب أو مستحب أو فرض عين أو فرض كفاية؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله مع اتفاقهم على مشروعية الأذان وأنه من أعلام الدين وشعائره الظاهرة، وأنه لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان لقوتلوا لتركهم شعيرة من الشعائر الظاهرة، وأنه لو صلى بلا أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة. هذا تحرير محل النزاع. إذن الجزئية التي اختلف فيها هل هو سنة مؤكدة أو فرض كفاية؟ فقد ذكر بعض أهل العلم أنه سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، وذكر أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ودليله حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. وهذا أيضا يدل على القول الثالث، وهو أن الحكم الوجوب، فليؤذن لكم أحدكم، لكنه إلى فرض الكفاية أقرب، لأنه قال فليؤذن أمر والأمر للوجوب، لكن قال أحدكم وقال لكم، فيدل على أنه إذا أذن المؤذن كفى، ولله الحمد والمنة، وهذا من يسر الشريعة، وهو دليل على أن الأصل في الأمر للوجوب. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال انتظروا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، لأن الأذان دليل على أن البلاد بلاد إسلام، وإذا لم يسمع الأذان يخشى أن يكون ذلك دليل على أن البلاد بلاد كفر. وجه الاستدلال تعليق استحلال أهل الدار بترك الأذان، لأنه لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن الأذان واجب وأنه على فرض الكفاية، متى قام به بعض المسلمين كفى ذلك في الوجوب. وقد يستدل بحديث أمر بلال، لأن الأمر بالشفع والوتر، الشفع للأذان والوتر للإقامة، دليل على أن ذلك دليل على الأصل،
الدليل على الوسيلة دليل على الأصل والمقصد وهو الأذان، وهو بناء على القاعدة الأصولية أن الأمر بالصفة أمر بالموصوف، أن الأمر بالصفة أمر بالموصوف. ووجه ذلك أنه إذا أمر بالوصف وهو الشفع للأذان والوتر للإقامة لزم أن يكون الأصل مأمورا بهما وهما الأذان والإقامة، وهذا أيضا يدل على الكفاية لأنه أمر بلالا وحده، ما أمر كل إنسان أن يؤذن، أمر بلال فقط، وله مؤذنون أيضا معروفون ومحددون، فالأذان ليس على الجميع فرضا عينيا وإنما فرض كفائي. صفة الأذان، اختلف أهل العلم في صفة الأذان، منهم من ذكر أنه 19 جملة وإليه ذهب الشافعية، وذلك بتكرار بعض ألفاظه، ومنهم من ذكر أنه 17 جملة وهو مذهب المالكية، وذهب الجمهور وهو قول الحنفية والحنابلة أنه 15 جملة وهو أذان بلال كما في حديث عبد الله بن زيد. وهناك أناس يزيدون في الأذان حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله، وكل ذلك من البدع وليس من الأمور المشروعة. نعم، هذا هو القول المشهور أنه 15 جملة وإليه ذهب الجمهور وعليه أكثر العمل والصحابة رضي الله عنهم والسلف، ولكن الاختلاف اختلاف تنوع، فقد تحضر في بعض البلدان مثلا في بلدان الهند وباكستان والمغرب الأقصى وأحيانا في مصر وغيرها قد يكون في زيادة أو نقصان، فلا يضر هذا إن شاء الله، وهو من الأمور التي فيها سعة، لكن السنة والأولى والأفضل أذان بلال وهو 11 جملة، 11 جملة. الكيفية، بعض الناس يقول مثلا الأذان الحجازي ولا الأذان النجدي ولا الأذان المدني، كل هذه أيضا طرق ومسالك نشأ عليها الناس ولها تأريخ فلا تنكر، لكن الإشكال في أنه لا يكون فيها مبالغة، فمثلا تجد الأذان الحجازي مثلا يجمع التكبيرتين الله أكبر الله أكبر هكذا مثلا، بينما الأذان في نجد وغيرها الله أكبر الله أكبر، وكل ذلك سائغ ولا حرج فيه إن شاء الله، المهم أنه لا يكون فيه ميل عن الأذان الشرعي ولا وقوع في الأخطاء ولا في اللحن. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يشترط في الأذان ألا يكون ملحنا ولا ملحونا، الملحن يعني المغنى كأنه يغني، فلا تفرق أحيانا بين مؤذن ومغن، فينبغي أن نتنبه المؤذنون لهذا. وأيضا حفظكم الله ينبغي أن يراعى فيه ألا يكون ملحونا، يعني لا يكون في خطأ، لا يكون في خطأ لغوي أو خطأ يصرف معناه إلى غير المعنى الصحيح، فليتنبه لهذا لا سيما المؤذنون. وينبغي أن يكون هناك فقه للأذان، وأن يكون دورات علمية للمؤذنين في فقه الأذان وكيفيته، حتى لا يؤذن من لا يحسن الأذان. وفي إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد إلى أن يعلمه بلالا، الحكمة أنه أندى منك صوتا وأعلى أيضا يسمع الناس، فالذي صوته ضعيف لا يصلح أن يكون مؤذن،
والذي صوته نشاز أو لا يكون صوته جميلا ولا أخاذا ولا شادا للأسماع. بعض الناس فعلا في أدائه ينفر من الأذان الشرعي الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد وإرشاده إلى أن يعلمه بلال رضي الله عن الجميع دليل على أن للأذان شروط وآداب وفقه وصفات للمؤذن لا يجيدها كل الناس، فليتنبه لهذا. من الفوائد والأحكام مشروعية الأذان والإقامة، أن حكمهما فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، كما في حديث بلال أن له حكما وهو فرضية الكفاية أو الوجوب أو السنية المؤكدة على خلاف بين الفقهاء، أن من حكمة تشريع الأذان ومقاصده إظهار شعائر الإسلام وشهادة التوحيد وشهادة الرسالة والنبوة والإعلام بدخول وقت الصلاة والإعلام بمكان إقامتها والدعاء للصلاة جماعة والإعلام بأن الدار دار إسلام. استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، واستحباب أيضا الترسل في الأذان، فقولوا مثل ما يقول. وفي هذا فضل الأذان، فضل الأذان جاء فيه أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وعمر رضي الله عنه قال لولا الخلافة لتمنيت أن أكون مؤذنا. فالأذان له فضل عظيم، فينبغي أن يخلص المؤذنون النية لله جل وعلا، وأن يحرصوا على أداء الأذان على وفق المقتضى الشرعي والهدي النبوي. وأيضا من فضائل الأذان أنه من تابع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فإذا تابعت المؤذن ثم إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فكل ذلك مما ورد. فأيضا حدر الإقامة، بعض الناس كل الناس قامت والإمام متهيئ للصلاة وهو يغني في الإقامة ويطيل الإقامة بشكل يشق على المصلين الذين يريدون أن يؤدوا صلاتهم، فالإقامة للحاضرين والأذان للغائبين والبعيدين. هذه بعض مسائل فقه الأذان فيما يتعلق بحديث أنس رضي الله عنه أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى أن يكتب لنا الخير وأن يؤتينا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يوفق الحاضرين والسامعين، وأن ينظر وجوههم
وأن يكتب أجورهم وأن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. نسأله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات، وأن يشفي مرضاهم ويعافي مرضاهم ومبتلاهم وجرحاهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يوفق رجال أمننا إلى ما فيه الخير، وأن يوفق المرابطين على ثغور حدودنا وحدودنا، وأن ينصرهم وأن يعجل بنصرهم، وأن ينصر إخواننا في فلسطين والمستضعفين في كل مكان، وأن يرفع عن إخواننا في غزة إنه جواد كريم، وأن يحرر المسجد الأقصى وينقذه من الصهاينة المحتلين الغاشمين إنه قوي عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.